ايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ شايف يا ليل القمر؟ اقول لك على حاجه، مش باين خالص انك عامله اي عمليات تنجيد في وشك. ما شاء الله. ايه بقى؟ انت ما زهقتش بقى؟ هو انت زهق منك ابدا؟ شايف اعمل ايه؟ هو كده انا اقول لهم كلام حلو ويزعلوا. عامله ايه؟ الحمد لله. تعملي ايه؟ بعمل العشاء لعلي. يا بختك يا عم علي، مفيش حاجه لسيف، انا عايش لوحدي وهفتان. نونا يلا، ابو الكلب جه. نعم اهو. معلش يا ليه، وماما لسانها طويل شويه. ازيك يا نهى؟ بس يا سيف، عارفه اني مضطرتك، بس والله مضطره اروح كتب كتابي. لا لا، اسف على ايه، دي حاجه تساعدني. هو الواحد بيشوف ركب سلمى كل يوم؟ ركب؟ ايه الالفاظ الغريبه دي؟ ما جايبك. باي ليو. باي يا قلب ليو. سيف حبيبي، عامل ايه؟ عامل في ساندوتشات، ما تنساش تاكل. حاضر. يلا باي. وحشتني جدا. هنعمل ايه بقى؟ انا مجهز لك فيلم رعب. خايف؟ رعب ايه بس في اللي احنا فيه ده؟ ما بخافش. ما عندكش اي افلام تانية؟ فيلم احاسيس، بنات وموتوسيكلات، اي حاجه للناس اللي تغيري. ماما مش تخليني اتفرج على الافلام دي. يا دي ماما دي اللي مش عارفه مصلحتك. ماشي، استنى يا عم، دي اوضه النوم. انت رايح فين؟ انت على طول كده. ست يا ليل، ست ست ست. يلا داون داون داون، جود بوي. ها نتفرج على ايه بقى؟ ماشي. بقول لك يا حلوه، ما فكرتش تتجوز؟ اتجوز مين يا عم؟ انا عايش مع مامي بالعافيه. ما عندك حق، بس ايه بقى؟ نقضيها مصاحبه يعني؟ مش عارف. كان هي دي اللي هتموت؟ ايه؟ ما هي بنات، يلا في داهيه. ما تيجي تنامي جنبي يا سلمى، خليك انت ليه؟ معلش انا اسف. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. لا لا، خليه خليه، لا يا عبد خلص. ميرسي قوي يا سيف. كمل بقى جميلك ووصل سلمى في طريقك. لا لا، مش محتاجه اي حد يوصلني، انا هاخد اوبر. اوبر ايه؟ بطلي محن.